يعني هاي البصرة هي أم النفط، هي أم الخير، هي أم الموانئ، هي وينك يا شيخ سعد العيداني وينك؟ هاي البصرة تعال شوف من الساعة 5 الصبح لازم يسرع البنزين لحد الآن. هي هاي الدولة، هاي الحكومة، وين النفط؟ تطونا مطينا المستثمر مدري من يصدرون بيه للدول، وإحنا ظلينا أهل البصرة ليش؟ جاي يشوفين الأزمة، يعني هم جاي يخلقون الأزمات. ليش إحنا بلد نفطي يعني؟ هاي المفروض هيك وضعيتنا إحنا هيك يومية أزمة، ذاك اليوم أزمة الغذاء، هسه أزمة البنزين. قولوا خوبكم انقلاب عسكري حتى نفتهم، حتى نفتهم أنتم شنو من دولة؟ شنو سويتوا للمواطن؟ هاي صار سنة هسه أنتم شنو سوا؟ قلتوا من حسذبتوا على العالم مواد غذائية، كذبتوا على العالم، حصة تموينية كلها كذب، هسه ما أزمة بنزين، ليش؟ شنو هذا اللي بهالعالم؟ عندها مريض والمحتار بالمستشفى وهالجاي على أداة بنزين، سيارته طفت بالدرب، سيارته واقفة هسه بال بالشارع، بالشارع واقفة وجاي بنزينك حتى أنت شوفين ها هاي فيديو. حال المواطن البصري يعني متأزم كأزمة البنزين التي افتعلت من قبل السياسيين ومن قبل يعني المتسلطين والمتهمين في السلطة. حقيقة الأمر هذا التلاعب وهذا طبعا المضايقة للمواطن في حالته الاجتماعية اللي يعيشها اليومية طبعا غير مستقرة بسبب هذه الأزمات المفتعلة. Thank you.